طبعا كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه، لكن خليني طبعا قبل اي شيء اشكر زميلتي نهى حمزة على هذا الانفراد لبرنامج 90 دقيقة. الحقيقة معانا دلوقتي حالا على الهواء مباشرة تليفونيا الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة اللي هيكلمنا عن الأزمة. مساء الخير يا دكتور. ألو دكتور محي. دكتور محي. ألو. أيوه. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ تامر، تحياتي للاستاذه ايمان واسره البرنامج والساده المشاهدين. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك، اشكرك. حضرتك سياده الوزير دلوقتي اعتقد ان حضرتك سمعت التقرير الانفراد اللي احنا حاصلين عليه في 90 دقيقه والحوار الخاص والتصريحات الخاصه اللي ادلى بيها واللي قال ان كل حاجه زي الفل ومفيش اي مشكله، وتساءل عن هامش ربحكم او ربح الصيادله اللي حضرتك بتمثلهم كنقيب، وبيقول مفيش مشكله. عايز تعليق من سيادتك على الكلام ده. طيب يعني بدايه انا بحيي الاستاذه نهى حمزه على التقرير الاكثر من رائع. ايوه. سؤال السيد الوزير عن هامش ربح شركات الانتاج وليس شركة الصيادله. هامش ربح الصيادله بيتراوح من 12% حتى 20% للمحلي. معنى 20% للصيادلة يعني متوسط الربح، لما حضرتك تقول مستورد ومحلي 32 على بعض يقسمهم على الاثنين يعني 16%. بنك مصر بيدي 20%، صيادلة مصر بتشغل 350 ألف مواطن بيدوهم تأمينات وبيدفعوا ضرائب عامة وضريبة مضافة وعندهم اكسباير ومشاكل. صيادلة مصر مهددة بالغلق الصيدليات، احنا بنتحمل الى اخر لحظة. صيادلة مصر بتؤدي مهنة، بتؤدي خدمة للمواطن ومش باصة للربح، لكن لابد من دعم الدولة للمواطن. سؤال معالي الوزير بيقول ان الدواء، انا بقول لحضرتك المشكلة كلها نقدر نحلها في جرة قلم من معالي وزير الصحة. اللي هي ايه يا فندم؟ احنا عندنا حضرتك دواء مصري، كل مادة فعالة بتنتجها بيسمح بإنتاجها 12 شركة في مصر بتنتجها، يبقى أنا عندي مادة فعالة بيسمح لـ 12 شركة إن هم ينتجوها بأسماء مختلفة. الاختلاف الوحيد بس فيهم هو الاختلاف الاسم التجاري والسعر. تقول كواليتي. النهارده بجرة قلم من وزير الصحة بتطبيق الاسم العلمي أقدر أنهي تماما على مشكلة نقص الدواء في مصر. إحنا عاوزين نعرف بس هل هو نفس الإفكت؟ يعني بيبقى افكتيف او مدى تاثيره كما يتم استيراده يا استاذ تامر؟ حضرتك الماده الخام يتم انتاجها من الخارج. الماده الخام بتروح ل 12 شركه في مصر. نعم. يصنعوها. انا هدي مثال لحضرتك، انا عندي مثال ومعلش يعني انا اذكر بعض الاسماء التجاريه والاسم العلمي. ماده زي الباراسيتامول 500 ملي، دي ماده بتستخدم لخفض الحراره والصداع يعني وما الى ذلك. هل في خام صيني وامريكي وهندي وكده في هذه الماده؟ الصين والهند هي من تصنع المواد الخام وتبعتها لامريكا. العالم كله بيستورد الماده الخام من الصين والهند. مصر ايضا لا تنتج المواد الخام. الماده الخام اللي بتروح امريكا الدواء المستورد هي الماده الخام اللي بتيجي لمصر، مفيش اي فرق. ما اللي يا فندم بيبقى ادويتهم افضل؟ معلش انا عفوا انا اسف. ده الافضليه عن طريق الدعايه. مندوب الدعايه اللي بتتكبده شركات الانتاج بتتكبد ملايين الملايين على دعايه الاصناف بتاعتها. اديني فرصه اوضح للمشاهد يعني ايه ماده علميه ويعني ايه ماده الاسم العلمي وايه هو الاسم التجاري. اتفضل. الاسم العلمي انا قلت لحضرتك الباراسيتامول، ده موجود في مثلا منتج اسمه البنادول، موجود في الادول، سيتال، بيرال، باراسيتامول، كل ده أسماء تجارية. لكن المادة العلمية واحدة، المادة الاسم العلمي واحد بنفس التركيز بنفس التأثير بنفس الفعالية. ولكن أنا باجد ألاقي بعض الأصناف ب80 جنيه ومثيله زيه مصري برضه ب7 جنيه. طب ما ده يعني أنا بسعر على أي أساس؟ على أساس اللي يلحق، اللي سجل الأول ياخد سعر عالي، اللي سجل الثاني ياخد كذا، وسبت المواطن المصري فريسة للشركات اللي قدرت تسجل منتجها قبله. طب ما انا ممكن احنا دلوقتي في صدد ان مصر ان نقاب صيادله مصر هتعلن عن مبادره تسمى المريض يؤمر، ان انا بقول للمريض لو ما لقيتش دواك
لو روجيتا غالية عليك اطلب من الصيدلي نفس التركيبة بنفس السعر. وهيلاقيها يا فندم اقل. معاليك ان عندي 12 شركة بينتجوا نفس الصنف. لو عندي ثلاث شركات دول تقاعصوا عن الانتاج علشان يضغطوا على الدولة ولو حرك السعر. انا عندي 9 شركات يعني موجودة في مصر وبنفس التركيز وبنفس الفعالية. انا ليه ما اقولش للصيدلي انا عايز اخلي اعدل المفهوم لدى المواطن المصري. لابد ان المواطن يعرف ان الصيدلي هو الخبير الوحيد بالدواء، هو اللي بيصنع الدواء، هو اللي بيكتشف الدواء. الصيدلي هو اقرب متخصص للمريض. لو دواء غالي ارجع للصيدلي قول له اديني نفس الدواء ده باسم تاني ولكن بسعر اقل. انا عندي منتج اسمه مصري اسمه تفانك مضاد حيوي ب 85 جنيه ومثيله ايضا مصري ب 10 جنيه. ايه اللي يخلي الفرق ده؟ تمام دكتور محي، يعني انا شايفه انه معالي وزير الصحه اتكلم في الجزئيه اللي تخصه، لكن برضو على جانب اخر اتكلم انه في جزئيه تخص نقابه الصيادله. طيب اخر مره حضرتك اجتمعت بالسيد وزير الصحه في اجتماع مغلق، خلينا نسميها اداره ازمه، بغض النظر عن هذه الازمه هي ازمه حقيقيه او ازمه مفتعله، بس اعتقد لقاء حضراتكم مع بعض مع مجموعه من المسؤولين في هذا الشان هتحل الازمه. لكن انا النهارده الاقي المستشفيات في بعض غرف العمليات هتقفل بسبب ان هي مش لاقيه محاليل زي مستشفى اسيوط الجامعي مثلا وغيرها من المستشفيات. ابص الاقي ان المرضى بيشتكوا ان ما فيش ادويه السكر مثلا، ودي حاجات كلها من المسلمات. يعني احنا عندنا معدلات مرض السكر وامراض الضغط والامراض القلب كتيره في مصر، فهتبقى عندنا كارثه حقيقيه لو حصل ازمه في هذه الادويه اكتر من اللي احنا فيه. احنا النهارده على المحك، فاعتقد انه احنا محتاجين جلسه طارئه تجمع حضرتك بالسيد وزير الصحه لاداره هذه الازمه، بغض النظر بقى هي حقيقيه هي مفتعله، دي مساله حضراتكم اللي تقدروا تعرفوها وتحلوها. انا بحيي حضرتك استاذه ايمان، انا لسه كان في اتصال مع معالي وزير الصحه امبارح. تمام. يعني احنا على طول في اتصال دايما مباشر يعني بنتحاور، ولكن انا بقول لحضرتك انا عايز اقول اوصل بس ان في بعض الشركات بتكسب زي ما معالي الوزير سالهم هامش ربحك قد ايه، بيتجاوز ربحهم من 500% الى 1000%. فلما الدولار يزيد ويبقى الضعف، يبقى بدل ما ربحك 500% بقى 250%، بدل ما ربحك بقى 1000% بقى 500%. انا عايز انقذ المريض المصري من كارثه وهي ضغط شركات الانتاج، ودي معموله في امريكا، الاسم العلمي مطبق في كل دول العالم المتقدمة. أنا النهاردة لما بطبق اسم علمي وخلي المريض يتوجه للصيدلي ويقول له اديني الدواء لأقل سعرا الأكثر كفاءة، هتلاقي الخبير موجود وهو اللي هيوجهه فعلا. أنا كده بأنهي تماما على ما يسمى بنقص الدواء. أنا عندي 12 شركة، أنت حضرتك مش قادر تنتج وبتفتعل أزمة ومش حاسس بالدور والمشكلة اللي مصر بتعانيها، لا في 9 شركات تانية هتنتج الدواء بتاعك بنفس الفعالية. ساعتها الثلاثة اللي هم بيضغطوا على الدولة هيتصارعوا وتصقوا عشان ينزل إنتاجه. تمام، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، وإحنا